حضرتك ذكرت قبل قليل من لم يحصل على مقاعد في الانتخابات السابقة، انتخابات مجالس المحافظات، حصل على وزارة. شنو هي حواسم يا سيد نزار مثلا؟ لأن حديث حضرتك هذا يؤكد بأنه جميع القوى رابحة في هذه الانتخابات، إذا كانت قوى كردية سنية مستقلين، قوى منضوية تحت الإطار التنسيقي. ولكن هل ستنجح الانتخابات فعليا دون مشاركة التيار الصدري؟ سيدتي الكريمة، هذا هو الواقع مع الأسف الشديد، الواقع المر. لذلك أنا حقيقة منذ العام الماضي عندما فشل التيار الصدري في تمرير مشروع الأغلبية، أنا قلت أن الديمقراطية في العراق انتهت، لم يعد لها معنى، لم تعد لها قيمة. لأننا نعرف جيدا الآن في كل دول العالم، في أي دولة ديمقراطية في هذا العالم، العركة بين الأحزاب وبين الكتل السياسية التي تشترك، التي تتنافس عند صندوق الاختراع، العركة على شنو؟ العركة على صوت انتخابي واحد، مو على 10 أصوات ولا على 20 صوت، على صوت انتخابي واحد، إما يذهب ويشكل حكومة أغلبية أو يذهب إلى جانب الأقلية ويشكل معارضة. لكن احنا عندنا بالعراق ماكو أغلبية وأقلية. السيد مقتدى الصدر عندما اتفق مع كل زعماء القوى السياسية في المرة الماضية، في المرة الأخيرة من الانتخابات، ووقعوا له على ميثاق، قالوا له بأننا هذه المرة نرفض تشكيل حكومة محاصصاتية. وكلهم كنا نتذكر كلهم طلعوا من دون استثناء، كلهم طلعوا بالإعلام بالفضائيات قالوا هذه المرة، وأحدهم قال هذه المرة إذا دعا أحد منا إلى تشكيل حكومة محاصصاتية بعد الانتخابات فهو خائن للوطن وخائن لدماء الشهداء. كنا نتذكر هذا الكلام، لكن بمجرد، لأنه طبعا ليش تسأليني سيدتي الكريمة ليش هذا الكلام؟ لأن كل واحد من عندهم كان يتصور هو اللي راح يحصل على الأغلبية، لكن لما طلعت النتائج وتبين أن التيار الصدري هو الحاصل على الأغلبية، كلهم قلبوا على أنفسهم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، كلهم انقلبوا على أعقابهم، قالوا لا، الآن بالتحديد اكتشفنا أن نظرية الأغلبية والأقلية لا تصلح لإدارة الدولة في العراق. عجيب. طيب لو كانت النتائج مثلا دولة القانون هي اللي محصلة على أغلبية، لو العصائب، لو الفتح، لو فلان كانوا يتراجعون عن موقفهم. فإذا يا سيدتي الكريمة، القصة حقيقة ما دام صندوق الاقتراع في العراق لا ينتج أغلبية وأقلية فلا معنى له أبدا. بعدين شو بخل أضرب خلي أوضح في النقطة في غاية الأهمية، وخل أخذ مثل محافظة كربلاء المقدسة على اعتبار أنا من محافظة كربلاء. هذه المرة طبعا القانون حدد أن المجلس البلدي أو مجلس المحافظة يتشكل من 13 ممثل للمحافظة. تعرفين كم كيان نازل بهاي الانتخابات؟ كم كيان، كم عنوان، يعني حزبي وغير حزبي؟ 47 كيان. بمعنى أن أصوات المواطنين في كربلاء راح تتقسم على 47 كيان، 47 عنوان، بمعنى أنه لا أحد من الكيانات الصغيرة سيتخطى العتبة الانتخابية. لأن احنا رجعنا للمربع الأول، الآن لازم اللي يريد يعني يفوز بمقعد لازم يتعدى العتبة الانتخابية. هذا شنو معناته؟ معناته أن القصة راح ترجع إلى المربع الأول، 4-5 قوى سياسية هي التقليدية التي ستهضم أصوات الآخرين من الكتل والعناوين السياسية، ويقولوا لهم باي باي، روحوا اقعدوا ببيتكم، كما حصل في المرات السابقة من 2003 لحد طبعا باستثناء المرة الأخيرة. نعم. فبعدين طبعا سيدتي الكريمة هم يعرفون، أنا أمس كنت أتكلم مع عدد من زعماء هؤلاء الكتل، هم يعرفون جيدا أنه ماكو واحد راح يحصل على أغلبية.
هذا يحصل على 3 مقاعد، هذا يحصل على مقعدين، هذا يحصل على مقعد. بالنتيجة شنو يحتاجون؟ يحتاجون ردود يتكتلون فيما بينهم، المحافظ من عندك، نائب المحافظ من عندي، المسؤول الأمنية من فلان، والمسؤول الاقتصادية من فلتان. نرجع إلى نفس القصة ونرجع إلى نفس الطاس والحمام. هذه هي المشكلة في العراق. لذلك أنا أتصور عدم مشاركة السيد مقتدى الصدر في الانتخابات هذا موقف وطني وصحيح وسليم، لأنه إذا أراد أن يشترك فعليه أن يقبل بخلطة العطار. نعم، وهو أقسم بدماء الشهيد الصدر الثاني، بدماء والده، أنه لن يشترك من الآن فصاعدا في خلطة العطار.